التهاب الكبد الفيروس هو احد الفيروسات اللي تنتقل عن طريق الطعام وتنتقل ايضا عن طريق الدم. فاحنا بحكم شغلنا كاطباء اسنان نتعرض لهذا الفيروس بكميه عاليه، فممكن نقي نفسنا ونقي المرضى عن طريق اخذ اللقاح واللي يكون هو بثلاث جرعات، الجرعه الاولى وراها بشهر الجرعه الثانيه، بعد بست شهور الجرعه الثالثه. ويفضل انتم هم تاخذون اللقاح.